हर लड़की की लाइफ में आता है जब उसमें औरत बनने की चाहत जाग उठती है। I'm Rihanna Abidi और मेरा गाना Seven Things से इंस्पायर है। लो आगे भोपाल की ब्रिटनी नंबर 3। فيلم نهاية الأمر، أنا أشوف هذا الفيلم من الأفلام المهمة جدا اللي نزلت في السينما الهندية، ما حاب أقول بوليوود، السينما الهندية من بعد باهوبلي، ترى لازم نقول السينما الهندية. وفيلم أعتقد راح يكون له وضع خاص لهذه السنة في 2017، وأنا هذا الفيلم في تقييم الشخصي أعطيه 3.5/5. فيلم دادي، ما أعرف شو أقول لكم، إن هو طبعاً فيلم جيد بمحتوياته، جيد بإنتاجه، وجيد بفنيات العالية، وهو من الأفلام الجميلة التي أنتجت لهذا العام في سنة 2017 في سينما بوليوود، وأنا أعطيه هذا الفيلم درجة 4/5. आप पर जो चार्जेस लगाए गए हैं उनके बारे में आपको कुछ कहना है क्या? मैं निर्दोषी। بالنسبة للناس اللي تقول يا أخي هذا الفيلم يا أخي يتكلم عن مشكلة خاصة، مشكلة هندية، الله أكبر. المشكلة الهندية هذه مشكلة يعني خاصة فيهم، أي نعم، بس أنا في السينما يوم أروح أشوف فيلم سينمائي أشوف مشكلة السينما اللي عامل هذا الفيلم، هم في بلادهم شو عندهم مشكلة، فأنا هني أندمج مع هذه الأحداث. ما يعنيني إنهم بيروح يسوون فيلم عن مشكلة في أمريكا ولا مشكلة في أي دولة ثانية، لكن مشكلة عنهم فهني تندمج. فأنا أعتبر هذا الفيلم من أهم الأفلام اللي نزلت هذه السنة، من أهم القضايا اللي عملوها، وقضية جديدة على فكرة أول مرة تصير في السينما الهندية. لذلك أنا راح يكون تقييمي لهذا الفيلم 4/5. غريبوں کا پیسہ کھاتے ہیں اسے نکالتے کہاں ہیں If you change nothing, nothing will change. आशिकों ने तो आशिकी के लिए ताजमहल बना दिया, साला हम एक संडास ना बना सके। هذا الفيلم ايضا تصور بشكل البساطه، ما في اي زخرفه كثيره في السيناريو او زخرفه كثيره في الانتاج، جدا البهرجه كانت خفيفه جدا، عملوه بشكل بسيط وطلع الفيلم عميق في نهايه الامر. اعتبره من الافلام الجيده والمهمه التي عرضت في سينما بوليوود هذه السنه، وهذا الفيلم انا اعطيه 4/5. فيلم بہت انٹرٹین بھی کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت اچھا میسج بھی دیتی ہے کہ گھر میں کیسے رہنا چاہیے، فیملی کو، فیملی کے ساتھ، اور شوہر اور ہسبینڈ، سوری ہسبینڈ اور وائف کیسے رہے ساتھ میں اور بچوں کے ساتھ. یہ فلم بہت اچھی فلم ہے، ایک اچھی فلم دیکھنے کو ملی ہمیں، اور میں یہ فلم کو اپنے اندازے میں، اپنے ریٹ میں دوں گا 4/5. ہلو، سلو کے ساتھ کون بات کرنا چاہتا ہے؟ आपका नंबर दो ना मैडम। लिख लो 1-0-0। हे في نهاية الأمر فيلم نيوتن هو من الأفلام الرائعة، وليس الجميلة وليس الجيدة، بل الرائعة التي صنعت لهذا العام في 2017. فيلم خفيف من الناحية التنفيذية، لكنه ثقيل من الناحية الفكرية، وفي يعني فلسفة جميلة جدا، العلاقة اللي قاعد تصير بين العساكر وبين الناس اللي يشتغلون كموظفين حكوميين. متى ما قدرتوا تشوفونه شوفوه الفيلم، صراحة حرام الفيلم هاي يتفوت لهذه السنة، وهذا الفيلم أنا أعطيه درجة 4.5/5.
पिछले इलेक्शन में 19 लोग मारे गए थे। यहाँ तो मतदान केंद्र आज कई सालों बाद लगा है, यहाँ की कैजुअलिटी फिगर तो कल शाम को ही पता चलेगी। आता नहीं, मेरे पास 76 वोटर्स की लिस्ट है और इन सभी के वोट्स बहुत मायने रखते हैं। मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं आएगा वोट देने। लिख के दीजिए कोई नहीं आएगा वोट देने, मैं ये कलेक्टर ऑफिस में सबमिट कर देता हूँ। في نهاية الأمر أنا أقدر أقول قبل تقييمي لهذا الفيلم أن سكرة سوبر ستار هي الثورة التي احتاجتها بوليوود في الوقت الراهن. أكثر أفلام بوليوود اللي شفناها في الوقت الراهن كانت أفلام فنيا جدا سيئة أو متوسطة أو ما بين المقبولة، لكن جاء سكرة سوبر ستار ليعمل موازنة لهذه الموجة اللي هي الموجة السيئة اللي كانت أو الموجة السلبية اللي كانت في سينما بوليوود. فأعتقد سيكرت سوبر ستار راح يأخذ يعني استحقاقات كثيرة، سواء كان كاستحقاق ترشيحه أفضل فيلم، أفضل إخراج، أفضل ممثلة، أفضل ممثلة مساعدة، أفضل تمثيل مساعد لرجل، أفضل إخراج، ممكن يحصل حتى أفضل موسيقى وأفضل أغنية في أشياء كثيرة في هذا الفيلم. بمجمل هو فيلم جميل وفيلم رائع في نظري الخاص ويستحق الإشادة بشكل كبير جدا، وأنا تقييمي لهذا الفيلم راح يكون 4.5 من 5. في نهاية الأمر لا تنسون سبسكرايب واللايك شير. كان معكم حمد سيف الريامي من سينمات فوكس في ياسمول أبوظبي. چوری سے چوری سے چھپ چھپ کے دن کا دن